بعدما رأى الناس هذا المقطع وهم قوم يرتدون العمامة ويتشبهون بزي مشايخ الأزهر، فظن الناس أنهم من شيوخ الأزهر يقومون بالعزاء في أحد قتلى جيش الاحتلال. ولكن في الحقيقة هؤلاء ليسوا من شيوخ الأزهر، بل ليسوا من المسلمين أصلا. ولا تستغرب، فدعني أخبرك عنهم وعن حقيقتهم. فالحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فهؤلاء من الدروز، والدروز هم فرقة باطنية أخذت كل عقائدها من الطائفة الإسماعيلية التي نشأت في مصر، لكنها سرعان ما هاجرت إلى الشام، وعقائدها خليط من عدة أديان وأفكار، ومن مبادئها السرية في نشر أفكارها، ولا تعلمها لأبنائها إلا إذا بلغوا سن 40، يعني يخفون عقيدتهم وحقيقتهم ويظهرون أمام الناس بالمصلحين الأتقياء الأنقياء، هذا إذا كانوا مستضعفين ولم يكن معهم من ينصرهم، ولكن إذا سنحت لهم الفرصة وقويت شوكتهم ووجدوا من الحكام من ينصرهم ويعينهم، ظهروا على حقيقتهم وأظهروا عقيدتهم، وهم دعاة شر وفساد وأبعد ما يكون عن الأخلاق. والدروز وإن كانوا فرعا من فروع الباطنية الإسماعيلية الشيعية، ولكنهم اختلفوا عنهم. سبحان الله، إذا أردت أن تعرف من أين تأتي الشرور للمسلمين ففتش عن الشيعة. ينسبون في الأصل إلى درزي، وهو أبو عبد الله محمد بن إسماعيل الدرزي، وقد يقولون اسمه بلفظ عبد الله الدرزي أو درزي ابن محمد. ظهر محمد بن إسماعيل الدرزي أيام الحاكم بأمره المسمى زورا الحاكم بأمر الله الحاكم العبيدي، الذي كان يحكم مصر والذي سام أهلها سوء العذاب، وكان يزعم أنه من أهل البيت كما يزعم الشيعة الآن أو علماؤهم أنهم من آل البيت، أو يدافعون عن حقوق آل البيت ليضحكوا على الجهلة من العوام. وكان محمد بن إسماعيل الدرزي من الفرقة الإسماعيلية الباطنية الشيعية التي تزعم أنها من أتباع محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق، وهذا طبيعي، فكل فرقة من فرق الشيعة أخذت اسم رجل من أهل البيت وزعمت أنها تتبع له. المهم أن هذا الرجل الدرزي انفصل عن هذه الطائفة وخرج عليهم واتصل بالحاكم بأمر الله العبيدي، وكان قد ادعى الألوهية. ومن أراد أن يعرف حقيقة هذا الرجل وماذا فعل، قمت بعمل حلقة في برنامج أباطيل وأسرار، سأتركها لكم في المصادر، ذكرت لكم حقيقة هذا الرجل بالتفصيل. المهم أن الدرزي اتصل بالحاكم العبيدي ووافقه في دعوى الألوهية وأقر له بالألوهية، ودعا الناس إلى عبادة الحاكم وتأليهه، وادعى أن الإله حل في علي بن أبي طالب، وأن روح علي انتقلت إلى أولاده واحدا بعد واحد حتى انتقلت إلى الحاكم. ولك أن تتخيل أن هناك من صدق هذا الجنون. ولماذا تتخيل؟ فثلث العالم الآن يعتقدون أن الله حل في بشر. المهم أن الحاكم العبيدي عليه من الله ما يستحق فوض له أمر الدعوة لألوهيته في مصر ليطيعه الناس في الدعوة، ولما انكشف أمره ثار الناس عليه بمصر وقتلوا ممن معه جماعة. وسبحان الله، مصر وأهلها على مر العصور تلفظ الخبيث، فقد حكمها الشيعة في الدولة العبيدية وفعلوا بالناس الأفاعيل ليتشيعوا فلم يستطيعوا، ولفظتهم مصر وأهلها ووضعوهم في مزبلة التاريخ. وبعد أن ثار المصريون عليه وقتلوا ناسا من أتباعه، هرب واختفى عند الحاكم، فأعطاه الحاكم مالا وأمره أن يخرج إلى الشام ليقوم بنشر الدعوة هناك، فخرج إليها ونزل بوادي تيم الله بن ثعلبة غربي دمشق، فدعاهم لتأليه الحاكم ونشر فيهم مبادئ الدروز ووزع عليهم المال، فأطاعوه واستجابوا له. ومن مبادئهم أنهم يقولون بالحلول، فهم يعتقدون أن الله حل في علي رضي الله عنه، ثم حل في أولاده من بعده واحدا بعد واحد حتى حل في الحاكم العبيدي أبي علي المنصور ابن العزيز، ويؤمنون برجعة الحاكم وأنه يغيب ويظهر، ويقولون بالتقية أي النفاق والتستر، فهم لا يبينون حقيقة مذهبهم إلا لمن كان منهم، بل لا يفشون سرهم إلا لمن أمنوه ووثقوا به من جماعتهم. ويقولون بعصمة أئمتهم، فهم يرون أن أئمتهم معصومون من الخطأ والذنوب، بل ألهوهم وعبدوهم من دون الله كما فعلوا ذلك بالحاكم. وينقسم هؤلاء الدروز إلى درجات ثلاث. الأولى طبقة رجال الدين الدارسين له والمحافظين عليه، وتعرف بالعقل، وتنقسم بدورها إلى ثلاثة أقسام: رؤساء أو عقلاء أو أجاويد، ويدعى رئيسهم شيخ العقل. الثانية
الأجاويد وهم المطلعون على تعاليم الدين والملتزمون بها، والثالثة فهم عامة الناس والجاهلون بالدين والمنغمسون في الأمور الدنيوية لا الدينية. ومن إلحادهم وعدم إيمانهم أنهم يلحدون في الأخبار، فإنهم أنكروا ما لله من صفات الكمال، وأنكروا اليوم الآخر وما فيه من حساب وجزاء ومن جنة ونار، واستبدلوا ذلك بما يسمى التقمص أو تناسخ الأرواح، وهو انتقال روح الإنسان أو الحيوان عند موته إلى بدن إنسان أو حيوان آخر. يعني الإنسان عندما يموت لا تدخل روحه معه إلى قبره، وإنما تنتقل إلى جسد آخر من البشر أو جسد حيوان. يعني قد يموت الشخص ذكر ويولد في جسد أنثى، أو يولد في جسد حيوان، وهكذا وهكذا تنتقل إلى بدن إنسان أو حيوان آخر عند بدء خلقه لتعيش فيه منعمة أو معذبة. وقالوا دهر دائم وعالم قائم وأرحام تدفع وأرض تبلع، وأنكروا الملائكة ورسالة الرسل، واتبعوا المتفلسفة أتباع أرسطو في مبادئه ونظرياته. وأما إلحادهم في نصوص التكليف من الأوامر والنواهي فإنهم حرفوها عن موضعها، فقالوا الصلاة معرفة أسرارهم للصلوات الخمس التي تؤدى كل يوم وليلة، والصيام كتمان أسرارهم للإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، والحج زيارة الشيوخ المقدسين لديهم، واستحلوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، واستحلوا نكاح البنات والأمهات إلى غير ذلك من التلاعب بالنصوص، وجحدوا ما جاء فيها مما علم بالضرورة أنه شريعة لله فرضها على عباده. ولذا قال فيهم أبو حامد الغزالي وغيره: ظاهر مذهبهم الرفض وباطنه الكفر المحض. هم منافقون، فهم يظهرون التشيع وحب آل البيت لمن يدعونه، وإذا استجاب لهم دعوه إلى الرفض، وأظهروا له معايب الصحابة وقدحوا فيهم. إذا قبل منهم كشفوا له معايب علي وطعنوا فيه، فإذا قبل منهم ذلك انتقلوا به إلى الطعن في الأنبياء، وقالوا إن لهم بواطن وأسرار تخالف ما دعوا إليه أممهم. وقالوا إنهم كانوا أذكياء وضعوا لأممهم نواميس شرعية ليتحققوا بذلك مصالح وأغراضا دنيوية. ويسمي الدروز أنفسهم بالموحدين، فيظن الناظر أنهم يوحدون الله تعالى، إلا أن الحقيقة أنهم موحدون لكونهم يوحدون الحاكم بأمر الله العبيدي. لا إله عندهم إلا هو والعياذ بالله. لا يمكن لغير الدروز دخول دينهم، ولكن من أراد أن يكون متدينا فعليه أن يقر بالميثاق، وفي هذا الميثاق لا بد من الإقرار بوحدانية الحاكم والعياذ بالله والتبرؤ من جميع الأديان والمعتقدات. والدروز ليسوا طائفة من الطوائف التي تنتسب إلى الإسلام، بل هم دين مستقل تماما، حتى أنهم يسيئون في كتبهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما جاء في رسالة عندهم قال: وأتباع محمد بن أبي كبشة. وطبعا هو يقول هذه الكلمة على سبيل الإهانة للنبي صلى الله عليه وسلم. وأتباع محمد بن أبي كبشة ومسوخ شريعته، يعتقدون ويقرون أن الباري جلت قدرته يتجلى في يوم القيامة لبريته، ويحاسب الخلائق، ويمزق السماوات، ويبدل الأرض بهويته، والكل منهم جاهل بحقيقة هذا المعنى. وسئل شيخ الإسلام عما يحكم به في الدروز، فأجاب: هؤلاء الدرزية خارجون عن الإسلام باتفاق المسلمين، لا يحل أكل ذبائحهم ولا نكاح نسائهم، بل ولا يقرون بالجزية، فأنهم مرتدون عن دين الإسلام، ليسوا مسلمين ولا يهود ولا نصارى، لا يقرون بوجوب الصلوات الخمس، ولا وجوب صوم رمضان، ولا وجوب الحج، ولا تحريم ما حرم الله ورسوله من الميتة والخمر وغيرها. إن أظهروا الشهادتين مع هذه العقائد فهم خارجون عن الإسلام باتفاق المسلمين. إذن فلا تنخدع بالدروز وتظن أنهم مسلمين حتى وإن تشبهوا بالمسلمين وسموا أنفسهم موحدين، فهم ليسوا بمسلمين، بل هم على ملة غير ملة الإسلام. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.